السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. لو عندك أي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني، برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نهائي سباق رمي الرمح سيدات البطولة الأفريقية 2023-24، من سيفوز ويحصل على الذهب؟ الذهب للذهب، المحاولة الثامنة لهذا العداء. هنشوف ماشية دلوقتي في الثامن حتى الآن، أحسن محاولات ليها 45.93، أحسن محاولات للعداء 45.93. أثيوبيا ماشية في الثامن حتى الآن في رمي الرمح، مستنين النتيجة. أحسن محاولات 45.93، كينيا على التنفيذ، محاولة صحيحة. أحسن محاولات للبطلة الكينية 47.25، نيجيريا على التنفيذ، لعيبة منتخب نيجيريا أحسن محاولات ليها 48.84، محاولة خاطئة. كده نيجيريا في المركز الخامس حتى الآن. لعيبة جنوب أفريقيا على التنفيذ وهي في المركز السابع حتى الآن، محاولة صحيحة. أحسن أرقام للبطلة أثيوبيا 46.56، من سيفوز ويحصل على الذهب في هذا السباق، سباق نهائي رمي الرمح سيدات؟ محاولة صحيحة للبطلة. ماشي في المركز الرابع حتى الآن. أحسن رميات للبطلة 50.75، بطلة جنوب أفريقيا على التنفيذ بعد إظهار النتيجة. زي ما احنا شايفين طبعا هي في المركز الرابع بعد الرمية، بطلة جنوب أفريقيا وهي بطلة قوية جدا ماشية تاني لحد الآن. أحسن رميات ليها 57.64، وهو رقم قوي جدا بالنسبة للسيدات حتى الآن. البطولة الأفريقية غانا 2023-24، من سيفوز ويحصل على الذهب؟ الذهب للذهب يا سادة. كده احتلت المركز الثاني بجدارة 57.64، زي ما احنا شايفين التكنيك، القوة، السرعة في هذا الرمية القوية جدا. الرمية بطل جنوب افريقيا على التنفيذ، ده بطلة غانا، بطلة قوية جدا ماشية في الثالث لحتى الآن، المركز الثالث. طبعا زي ما احنا عارفين رمي الرمح الرقم العالمي 72.28 للنساء، وللرجال 98.48. بالتوفيق للجميع إن شاء الله.
لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. طبعا احسن رمية لبطلة اوغندا 57-01، 57 متر. كده رسميا احتلت المركز الثالث. هنشوف البطلة جنوب افريقيا، بطلة جنوب افريقيا على التنفيذ ومحاولة قوية جدا. احسن محاولات ليها 60 متر 80 سنتي، محاولة صحيحة. وكده تبقى كسرت رقمها ب60 80. بالتوفيق للجميع ان شاء الله. لو عندك اي استفسار اكتب لنا في التعليق. مع تحيات كابتن وليد عبد الغني. برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. النتيجة النهائية: المركز الاول 60 80، المركز الثاني 57 64، المركز الثالث 57، المركز الرابع 50 75، المركز الخامس